سيداتي سادتي مساء الخير. الو
لي واحد اسمه صالح. صالح صالح؟ اي نعم. تعرف راشد صالح خالد؟ اي نعم صديقي. صديقك مات، مات من اليوم. بس اللي ما عرفناه هو ليش مات من اليوم؟ لأنه خبي. اوف 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 ليش؟ والله عمر البشر صوتهم خفاف خالد. لا لا لا، وانت من حضرتك عشان تقدر تحكم على غباء البشر؟ ابني انا فيلسوف مرة وانا صغير هالكبر ابوي يوم هيك ناقص قبل الكسر وقعدنا فوق شفيت قدام ربعي فجأة فلت على الجدار انا ليش دخلت ناقص ابوك في القضية؟ الناس صادم هوس التليفون صار الواحد في يده مثل ساعتك في انتظار سماع رنة الوكسة او مثل جداي هذا شيء عادي بالنسبة لك أمانة في الاسم قعدت تساعد هل احنا فعلا ما برقع تهديد في التواصل والاقتراب او الاتصال او الحكس حلو سمان حلو كم في وقت جاي كانت الناس تشتكي من الفيديو بسبب تفكيكي الاسم ولما يكتبون احوال الاسم والبحر لكن اطباق المنطقه كانت مشتوكه للشخص من غير ما يحاول الواحد ان يلتفت للديانه هذا امر صحيح Oh.
يكون مسؤول عن نفسه وعن بيته وعن الوطن. بس قالت لي مو انا نسرين اللي تعرف بيه، اكيد نسرين ثاني اللي تعرف بيه، روحي بقى.
مفقد رويدا رويدا بس طلعت من الجبل. ما هو تعاوش خلاص الكسر وانزلوا
شبع حاله ملك السادق المقتول طلب كل يوم. بس ما كان عنده شوي وشي على عرض الزياده راح تكون اشهر صديق حامل الولد المهاجم وقالوا له السادق جاني طير عقامه الولد بكل عين شبع الملك تزعل
قاتل قد انتقم. انفجته وهو يطهر الربع. لا، حين اقتله ساقتله، سميلا او نائما ساقتله. Yeah.
احنا مغفلين.